الله، بتقولي على طول بتحلمي والحلم بيتكرر معاكي ان امعاء بطنك بتطلع ومش بترتاحي، او المشكلة بتتحل في المنام غير لما تقصي امعاء بطنك وبعد كده بترجعي الامعاء لبطنك تاني، والرؤية دي بتتكرر معاكي كتير. وبتقولي برضو بتحلمي برؤية تانية ان زوجك بيخونك مع اشخاص، وبرضو بتشوفي نفسك ان انتي في جماع مع شخص مجهول، او ساعات بتشوفي نفسك في جماع مع زوجك بس بتبقي حابة الشيء ده جدا في المنام، والرؤية دي برضو بتتكرر معاكي. طيب هفسر لك اول رؤية، وهي رؤية الامعاء اللي بتطلع وانتي بتقصيها والمشكلة ما بتتحلش غير لما بتقصيها عشان تعرفي ترجعيها جوه بطنك تاني. يا ريت تعملي رؤية شرعية بالقرآن كده. الرؤية تعبر ان في حاجة مش حلوة، في أذى عندك أو حياتك متلخبطة في حاجة بسبب الأذى دوت، فياريت تعملي رؤية شرعية بالقرآن. طبعا طلوع الأمعاء من البطن دي حاجة مش حلوة أبدا في المنام، والحمد لله إن انتي بترجعي أمعائك لبطنك تاني، بس طبعا بتقصيها يعني بتفقدي جزء منها، ودي حاجة مش حلوة أبدا. فياريت تعملي رؤية شرعية بالقرآن وتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. وطبعا الرؤية دي بتتكرر معاكي، يا ريت تطلعي صدقة بنية إبطال أي حاجة وحشة بتضرك أو بتأذيكي، ويا ريت تلتزمي على الصلاة والأذكار، ويا ريت تعملي رؤية شرعية بالقرآن وتشغلي سورة البقرة كل يوم في البيت بعد صلاة العصر أو كل 3 أيام. وبرضه رؤية خيانة جوزك ليكي، وإنك انتي بتشوفي نفسك في جماع مع شخص مجهول أو مع زوجك، دي برضه نفس المشكلة وده أذى، عشان اللي كان بيجمعك في المنام دي حاجة مش حلوة، حتى بيجيلك في كذا شكل، يعني في شكل جوزك وفي شكل آخر بشكل رجل تاني، وأكيد طبعا في تلك الحالتين سواء بيجيلك بشكل زوجك أو بشكل رجل تاني إن انتي بتبقي في نفس الاستمتاع بالوضع وبالحاجة اللي انتي شايفاها، فدي حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. ياريت تنامي على هدوء وأذكار الصباح والمساء والمواعظتين، وربنا يسترها إن شاء الله ويبعد عنك أي حاجة مش حلوة. والله اعلى واعلم. ما تنسوش اللايك وصلوا على النبي كتير عليه افضل الصلاة والسلام. لا تنسوا ذكر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.